افكركم بيهم. احنا ابتدينا الاول نتكلم على ازاي نرسم الانتراكشن دايجرام، عرفنا ازاي نرسم الانتراكشن دايجرام، ودي من الحاجات المهمه اللي لازم تبقى انتوا مذاكرينها ودارسينها، لان دي يعني احنا هتبقى اكيد في حاجه زي كده في الامتحان يعني ريليتد للانتراكشن دايجرام. فعرفنا ازاي نرسم الانتراكشن دايجرام باستخدام نقط، 5 6 نقط 7 نقط زي ما احنا عايزين من النقط. عرفنا المفاهيم بتاعتنا ان هي دي منطقه البالانسد ودي الاي بالانسد او الاي اوفر تي بالانسد، وهنا الاي اوفر تي عندي هي المينيموم اللي هي 0.05. عرفنا نقطه الاكسيال لود اللي هنا، عرفنا نقطه البالانسد ازاي احسبها، عرفنا يعني ايه بلاستيك سنترويد، عرفنا يعني ايه تنشن فيلير في المنطقه ديت، عرفنا يعني ايه كومبريشن فيلير في المنطقه اللي فوق، تمام. وعرفنا الكلام دوت ما هو لو انا عندي قطاع جيفن وشيكت على النقطه اقدر اعرف اذا كانت عند الانتراكشن دايجرام، جوه الانتراكشن دايجرام فهي سيف، بره الانتراكشن دايجرام فهي انسيف. نسجل المحاضره. اوكي المحاضره اوريدي بتتسجل. وعرفنا استخدام الانتراكشن دايجرام في الديزاين، ان احنا عندنا مجموعه من الكيرفات، كل كيرف من دولت بيبقى ايكويفالنت لرو، رو بتساوي 1، رو بتساوي 2، 3، 6 وهكذا. وكل رو على حسب ما انا بخش بالبي على الاف اس يو في البي في التي، مع هنا الام على اف اس يو في البي في التي تربيع، كل ده تحت في المقام، كل ده في المقام، يعني هي ام على اف اس يو في البي في التي تربيع. والتي هي البعد اللي بيقاوم البندنج مومنت، اتفقنا على كده. لو البندنج مومنت زي ما انا رسمه بالمنظر ده فهيبقى التي هي المسافه دي. لو انا عندي القطاع بتاعي كده وجايب لك كده البندنج مومنت، ففي الحاله دي هتبقى هي ديت البي بتاعتي وهي دي التي بتاعتي، فالتي هي دايما البعد اللي بيقاوم البندنج مومنت. وهتخش بالبي على الاف اس يو في البي في التي، كل ده برضو تحت في المقام، يعني هنا دي عشان نكتبها دي البي على اف اس يو في البي في التي، كل ده مقسوم عليه. البي سيادتك هتعوض عنها بالنيوتن، الاف اس يو تبقى 20 30 40 ميجا باسكال، البي بالملي، التي بالملي، نفس القصه هنا، الام دي هتبقى بالنيوتن ملي، وبالتالي لو انت بتحسب بالكيلو نيوتن متر يبقى هتضرب في 10 اس 6 على اف اس يو اللي هي 20 30 ميجا باسكال، البي اللي هي بالعرض بالملي 300 350 وات ايفر، التي اللي هي برضو بالملي 700 800 تربيع. فده هتبقى الارقام هتخش بيهم هتتقاطع هتطلع رو، من معرفتك لرو هتقدر تطلع الميو، ومن الميو هتقدر تطلع الحديد اي اس، ومن معرفتك لالفا هتقدر تطلع اي اس داش اللي هي الفا في الاي اس على حسب شكل الكيرف اللي انت داخل فيه في الانتراكشن دايجرام. انتراكشن دايجرام من الكيرفات انا بستخدمه في الديزاين بتاع القطاعات اللي عليها مومنت ونورمال، نورمال فورس كومبريشن، تمام. بس في دلوقتي الانتراكشن دايجرام ممكن استخدمه للديزاين للنقطه هنا، وممكن استخدمه للديزاين لو كانت النقطه عندي هنا في الكومبريشن فيلير. بس تفتكروا هو ادق في ايه؟ في هل في النقط اللي في التنشن فيلير ولا في النقط اللي في الكومبريشن فيلير؟ بمعنى تاني، خليني اسال السؤال بمعنى تاني، انتراكشن دايجرام انا بخش في كيرف، في كيرفات فيها عاده هنا حديد اسمه اي اس، وفيها حديد فوق في الضغط اسمه الفا في اي اس اللي هي الاي اس داش. والالفا دي الكيرفات اللي موجوده عندي في الفا بواحد، في الفا بوينت 8، في الفا بوينت 7، تمام، الفا بوينت 9، يعني في الكيرفات دي 1.8 و.6 باين الالفا. ولكن اي اس داش اللي هي الفا في الاي اس داش اللي هي بتساوي الفا في الاي اس، تمام، بتكون يعني لا اما بتساوي الاي اس لا اما بتساوي 0.8 ولا حاجه من الاي اس. طيب هل لو القطاع عندي كومبريشن فيلير او لو القطاع عندي كان تنشن فيلير، هل ده تفتكروا معبر للحقيقه اكتر فين، في الكومبريشن فيلير ولا في التنشن فيلير؟ يعني ان انا احط حديد في الضغط يساوي تقريبا حديد الشد او 0.8 منه، هل ده في يبقى مناسب اكتر لقطاع في الكومبريشن فيلير ولا لقطاع في التنشن فيلير؟ عايز اسمع منكم. في التنشن فيلير يا دكتور. كومبريشن فيلير. الكومبريشن فيلير، مين اللي قال كومبريشن؟
مين اللي قال كومبريشن؟ مظبوط، مين اللي قال كومبريشن؟ نادية؟ مين اللي جاوب قال كومبريشن؟ سمعوني صوتكم. هو أنا انا يا دكتور اتكلمت توأم وقلت مع حضرتك. كومبريشن. تمام. طيب، وعبد الله اللي قال تنشن. لا، هي فعلا يا عبد الله هي للكومبريشن فيلير. ليه كومبريشن؟ لان الكومبريشن فيلير انا عندي ببقى عايز ان انا احط القطاع عندي في حديد سفلي وعلوي. يعني انا عندي لو قطاع عمود، انتوا خدتوا الاعمده شورت كولومز، حتى القطاع العمود بحط حديد هنا وبخلي فوق هنا نسبه منه اي اس داش، ولا بحط الحديد بقول لك كمان ده بيبقى متوزع كمان على كامل قطاع العمود، بيبقى متوزع على كامل قطاع العمود. وبالتالي القطاعات اللي متعرضه الى كومبريشن فيلير او الى اكسيال لود عاليه ومومنت قليل بتقرب لقطاع العمود، وبالتالي بتقرب ان تسليحها لو طول احط يونيفورم حاول داير داير العمود هحطه. وبتلاقي انتوا بتلاقي معظم الاعمده حتى اللي بتشوفوها في بتتبني، بتلاقي احنا دايما بنخلي تسليح العمود يونيفورم حوالين العمود. لو انا عندي عمود مربع بالمنظر ده، تمام، وادي الكانه بتاعته كده هنا، بيبقى الحديد عندي حوالين العمود بيكون ايه؟ بيكون يونيفورم حوالين العمود. ممكن ديت مربطينهم بكانه كده، تمام، ودي قفل الكانه. فالقطاع العمود عندي بخلي الحديد عندي فيه يونيفورم، او بميل اكتر ان انا اخلي ايه في الحديد الشد زي حديد الضغط او الفا بواحد. كل ما القطاع عندي يقرب للتنشن، يقرب ان النورمال تقل والمومنت يزيد، كل ما القطاع عندي بيتحول في دماغي كده للصورة العامة بتاعته اللي هي صورة كاميرا. وبالتالي يبقى هنا في حديد تقيل هو حديد اللي شايل التنشن اللي هو احنا اي اس، وفوق هنا حديد ايه؟ حديد خفيف ممكن يوصل لحديد تعليق كانات، تمام؟ مش محتاج ابدا الحديد اللي فوق ده ان هو يبقى برضه بيساوي اي اس، او ان هو بيساوي 0.8 الاي اس لو خدت الالفا ب 0.8. وبالتالي بنقول ان استخدام الانتراكشن دايجرام، تمام، مفضل اكتر للقطاعات اللي فين؟ اللي في منطقه الكومبريشن فيلير. ليه؟ لان كيرفات الانتراكشن دايجرام باستخدام حديد ضغط عالي، تمام، بيخليني بيقرب اكتر لقطاع العمود، او ده بيبقى موفر لقطاع العمود، لكن غير موفر ما بيبقاش كوست افكتيف او كوست افيشنت سوليوشن للقطاعات ناحيه التنشن فيلير. ممكن حد يقول لي لا، طب ليه انا مش مقتنع قوي بالكلام ده؟ طب ما انا عندي دلوقتي انا هسيف القطاع حتى لو عندي في التنشن فيلير، انا هطلع الحديد بتاعه هخش بالبي واخش بالام وهطلع الرو وهطلع اي اس واي اس داش وهحطهم في القطاع. هل القطاع ده ما يقدرش يشيل المومنت اللي عنده حتى لو في التنشن فيلير؟ لا، هو يقدر، صح، ولكن هيبقى السكشن بتاعك مش افيشنت. يعني ايه مش افيشنت؟ يعني انا عندي قطاع في النقطه دي، واحد هيصممه بالانتراكشن دايجرام هيطلع الحديد مثلا هنا محتاج 5 فاي 25، وهيطلع حديد الضغط اللي هنا ده دخل في الفا 0.8 ولا حاجه، طلع الحديد ده هنا 4 فاي 25. القطاع ده يقدر يشيل البيندنج مومنت ده والنورمال فورس اللي جاي على القطاع اللي هو في المنطقه دي في النقطه رقم واحد دي، ماشي، ده يقدر يشيلهم بالانتراكشن دايجرام. صممها مع انه شاف النقطه في التنشن فيلير، صممه بالانتراكشن دايجرام وطلع الحديد ده. القطاع ده سيف، سيف طبقا للكود المصري. جميل. واحد تاني ما استخدمش الانتراكشن دايجرام واستخدم الطريقه اللي احنا هنقولها دي، لان هو لقى ان القطاع ده في التنشن فيلير وافتكر كلامي ده قال في التنشن فيلير، هيبقى الانتراكشن دايجرام فيه ويست شويه في الديزاين، وبالتالي انا هصممه بالابروتش التاني اللي انا هشرحه النهارده في المحاضره، لان النقطه دي في التنشن، وبالتالي تفكيري انا عايز احط فيها حديد في التنشن عالي وحديد في الكومبريشن قليل، ممكن يبقى هو تعليق كانات بس لانه بيقرب اكتر لقطاع الكاميرا عنه لو قطاع عمود، او عنه عن لو في الكومبريشن فيلير. وبالتالي هيصممها بالطريقه اللي انا هقولها دلوقتي، هيطلع الحديد عندي هنا اللي محطوط، هيطلع مثلا تحت محتاج 6 فاي 25 وفوق خلاص ممكن محتاج 2 16 ولا 2 18 كتعليق كانات بس، مش محتاج حديد عالي فيه في الكومبريشن. وبالتالي لو جيت تبص على كمية التسليح اللي في القطاع، القطاع ده
في 9 اسياخ في 25. تمام؟ انا عندي لو بتكلم كشغل سوق، انا عندي الفاي 25 دي وزنها عبارة عن 3.8 كيلو جرام بير متر، وعندي الستة فاي 25 دول وزن، الوزن ده الوزن السيخ الواحد 3.8 كيلو جرام لكل متر، وبالتالي التسعة وزنهم كام؟ 3.8 في 9 يعني بتتكلم هنا في وزن اسمه 34 كيلو في القطاع، طبعا غير الكنات، انا بتكلم بس على الحديد الطولي. لو في الحل التاني ال 6 25 يعني بتتكلم في 6 في 3.8 يعني بتتكلم وزنهم 6 في 25 دي وزنهم 23 كيلو، ومعاك حديد فوق خفيف 2 في 16، وزن الفاي 16 عندنا عبارة عن 1.57 في 2، يعني بتكلم ان وزن الفاي 16 دي ال 2 في 16 دي حوالي 3 كيلو، وبالتالي هنا انا عندي الاوزان كام؟ 26 كيلو. يبقى في حل 34 كيلو بال 9 في 25، وفي حل تاني ب 26 كيلو بالابروتش التاني، لان النقطه في التنشن فيلير، فهتبص تلاقي ان النقطه الحديد اللي في التنشن بدل ما كان 5 و4 هنا هيبقى تحت 6 وفوق هيبقى حديد قليل، كاني عملت مور يوز او افيشنت يوز للقطاع اكتر، فاهمني؟ وبالتالي مع تخفيف وزن الحديد يبقى انا تخفيف تقليل السعر، لان انت عندنا الحديد سايب 16000 او وات ايفر طن، وبالتالي تقليلي كميه الحديد ده طبعا ده كيلوغرام بير متر. شوف بقى طول الكاميرا كام، هتجمع كام كيلو، هتجمع في كام كاميرا، هتجمع كام طن في كام دور، احسب واحسب الوفر. وبالتالي لما بنتكلم على efficient design، لو القطاع في الكمبريشن اوكي، لان انا داخل هنا بالفا ب 0.8 او 1، انتوا عارفين ممكن تبقى صح اكتر لو انا عندي بخش في interaction diagram الالفا بتاعته 0.2، بس مفيش عندنا كيرفات الالفا برقم قليل كده. وبالتالي لو انا عندي النقطه في الكمبريشن فيلير اتس جود تو ديزاين يوزنج انتراكشن دايجرام، لو انا عندي النقطه في التنشن فيلير ات ويل بي ليتل بيت ويست تو ديزاين يوزنج انتراكشن دايجرام، واكيد في مور افيشنت ديزاين باستخدام ان انا عندي المومنت اعلى، فبحاول ان انا امشي بيها كانها كاميرا، احاول امشي بيها بالابروتش اللي احنا هنقوله دلوقتي ان هي كاميرا اكتر منها عمود. في اي اسئله لحد هنا؟ لا تمام يا دكتور، كله تمام. جميل. يبقى الابروتش التاني ده ايه؟ الابروتش التاني ده بنسميه ام التيميت اس ابروتش. طيب انا هحول حاجه دلوقتي، هيجي لي قطاع عليه مومنت ونورمال، وبيقولوا لي اصمم هذا القطاع عليه نورمال ومومنت، انا ما اعرفش القطاع ده هيكتنشن فيلير ولا كومبريشن فيلير، فبحسب اول حاجه الاكسنتريستي اي اللي هي ام على ان، وبقارنها ام على ان دي اكبر من 0.5 ولا اقل من 0.5. لو ام على ان دي اكبر من 0.5 دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي القطاع بتاعنا ده، وادي المومنت هنا اهو جاي كده، معناها ان دي اكبر من 0.5 تي، معناها ان الاكسنتريستي ان البي بتاعتي بره القطاع. عارفين في كانت سلايد عندنا كده، خليني ارجع لها مرسومه احسن في 3 دي في الاول اهي. لو انا عندي هنا الاي اوفر تي اقل من 0.5، وهنا الـ E over T أكبر من 0.5، يعني الـ E أكبر من 0.5 T، وهنا الـ E أقل من 0.5 T، يعني هنا الـ E بتاعتي جوه القطاع بالمنظر ده. تمام؟ شايفين الـ P ultimate فين؟ جوه القطاع. أنا عندي هنا الـ P ultimate الـ E over T أكبر من 0.5 T، ما هي من CG لهنا هي دي 0.5 T. فلما أقول لك أكبر من 0.5 T يعني النقطة بتأثر لي بره القطاع. وبالتالي بره القطاع دي مين فيهم تنشن فيلير ومين فيهم كومبريشن فيلير؟ تمام؟ اكيد اللي بره القطاع هي التنشن فيلير. ليه قلت اكيد ليه هي تنشن فيلير؟
لان الاي بتاثر على مسافه اكسنتريستي كبيره. اكسنتريستي كبيره يعني المومنت كبير، المومنت كبير يعني انا بقرب اكتر للتنشن فيلير. هنا البي بتاثر قريبه من السنترويد، وبالتالي القطاع بتاعي كما لو كان ما فيهوش اكسنتريستي او كانه قطاع عمود بيور، وبالتالي هنا بيبقى دي كومبريشن فيلير. وبالتالي انا عندي على حسب الاكسنتريستي ايه هنبتدي نحكم دلوقتي انا عندي تنشن فيلير ولا كومبريشن فيلير. لو انا عندي لقيت ان الاي اوفر تي اكبر من 0.5 وبالتالي انا عندي بيج اكسنتريستي، انا عندي تنشن فيلير، انا هشتغل بالام التيميت اس ابروتش اللي انا بقولها دلوقتي. ليه بشتغل بيها؟ عشان اطلع مور افيشنت ديزاين. لو استخدمت الانتراكشن دايجرام اتس نوت رونج، بس هتطلع الحديد السكشن بتاعك هيبقى مش افيشنت. فعايزين نتعود كده دايما ان انا لو لقيت اكسنتريستي كبيره اكتر من 0.5 تي، يعني النقطه بتاعتي بتاثر بره القطاع، اكسنتريستي عاليه، مومنت عالي، تنشن عالي، يبقى انا هستخدم ام التيميت اس ابروتش. اكسنتريستي قليله اقل من 0.5 تي، يبقى انا عندي هنا سمول اكسنتريستي، عندي كومبريشن فيلير، هيبقى كومبريشن فيلير عندي، هستخدم الديزاين بالانتراكشن دايجرام. استنوني معلش، خليكم معايا دقيقه واحده. اتفضل يا دكتور. شباب، هي مشكلة الصوت دي عند الكل ولا عندنا بس؟ هو كده اتحلت يعني، هو كان في صوت بس دوشة كبيرة. ايه يا شباب، معلش.
فدلوقتي كنا بنقول لما انا دايما بيبقى عندي الام جيفن والنورمال فورس جيفن، جيفن دول منين؟ جيفن دولت من المسألة، ممكن يبقوا جيفن في المسألة، ممكن يبقى اخليك تحل فريم بسيط جدا، تمام، هنا مثلا هنجد وهنا رولر، وادي لك الفورسز على الفريم ده، تمام، حبة فورسز على الفريم، اخليك تعرف تجيب الرياكشنز وتقدر ترسم بيندنج مومنت دايجرام. فانت عندك كده دلوقتي يبقى العمود ده اقدر ارسم له النورمال فورس اللي هي الفورس اللي هنا اللي هي الار ديت، واقدر ارسم له المومنت اللي هو عند السكشن ده، هيكون جاي حاجه كده، تمام، المومنت دوت اللي هو عباره عن الاكس في المسافه، الاكس في الاتش، اقدر تخليك ترسم، يبقى بقى عندك قطاع هنا عليه مومنت ونورمال، تمام. فعندي المومنت وعندي النورمال فورس، طبعا دي ام التيمت، يعني لازم الاحمال اللي عندي هنا دي تكون احمال ايه؟ فاكتورد لود. جميل، يبقى انا عندي المومنت وعندي النورمال فورس، هقسم ده على ده هطلع اكسنتريستي، هقارنها بالبوينت 5 تي، اقدر اطلع انا سمول اكسنتريستي ولا لارج اكسنتريستي. طيب هل التي جيفن عندي؟ هل التي بتاعت القطاع جيفن؟ ممكن التي بتاعت القطاع تبقى جيفن وممكن التي مش جيفن. طب لو التي مش جيفن نعمل ايه؟ اي تي اتفقنا المره اللي فاتت لو في عندي التي بتاعت القطاع، انا ما اعرفش سمك القطاع كام، مش حاسس بيها، عندي نورمال فورس وعندي مومنت بس ما اعرفش القطاع ده هختاره 70 سم 80 سم 60 سم هختاره كام. فقلنا دايما هنشتغل بالمعادله بتاعتنا ان دي بتساوي سي 1 في جذر الام على الاف سي يو في البي، واتفقنا هخش من هنا ان السي 1 دي كام، رقم من 3 ل 4 زي ما كنا بنخش في البيمز. لو انا عندي مومنت بس خلاص هخش بالسي 1 ب 3.5 واطلع الدبس بكذا والتي بكذا، وهعتبر دولت هم الارقام المبدئيه اللي انا هخش بيها اشيك على القطاع. طب لو قطاع عندي مومنت ونورمال، اتفقنا ان الدي بتاعتي هاخدها اقول ان الدي بتاعتي هتساوي 1.1، سمي ديت دي نوت، يبقى 1.1 الى 1.3 الدي نوت ده لو عندي ان كومبريشن. طيب لو عندي الان دي تنشن يبقى هاخد الدي عندي من 0.8 الى 1 الدي نوت، يعني من 0.8 ل 1، هقللها شويه عشان لو انا عندي الان ديت كانت ايه تنشن، يبقى انا عندي دلوقتي مش مشكله ان انا مش مدي لك الدبس بتاع القطاع، كويس، انا عندي دلوقتي بروسيدير، والله لو قطاع عليه بندنج بس انا بشتغل كده، لو قطاع عليه بندنج ونورمال فورس كومبريشن انا بزود القطاع ب 10 15%، لو عندي قطاع عليه مومنت وتنشن فورس يبقى انا بقلل القطاع بحوالي 10 الى 20%، يبقى انا الدبس مش جيفن دي اتس نوت ا بروبلم، تمام، خلاص الدبس جيفن او مش جيفن، لو مش جيفن انا هحسب، يبقى انا التي دي عندي والام عندي حسبتها من الاستراكشر او انا مديها لك، يبقى انا عاده المسائل بتاعتنا بتكون ان هي محسوبه من استراكشر معين، تمام، يبقى الام جيب معروفه والان انا عرفت احسبها والمومنت حسبته والتي جيفن اوكي مش جيفن انا حسبتها بالابروكسيمت ابروتش، يبقى انا دخلت بتي مبدئيه وعايز اصمم هذه الحديد اللي انا احطه في القطاع عشان اساتسفاي المومنت والنورمال ده بالابعاد ديت بتاعه القطاع. يبقى انا والله هحكم اول حاجه على الاكسنتريستي، اكتر من 0.5 انا هشتغل بالام التيميت اس ابروتش، اقل من 0.5 انا هشتغل بالانتراكشن دايجرام، يعني هخش بالانتراكشن دايجرامز، الانتراكشن دايجرامز الكتيره، اخش من هنا واخش من هنا واطلع رو واطلع ميو واطلع من الميو الاي اس، وعلى حسب الفا هطلع اي اس داش. طيب ايه الام التيميت اس ابروتش؟ ام التيميت اس ابروتش انا بحول القطاع بتاعي كما لو كان قطاع عليه بيندنج مومنت بس، انا بحسب هنا ده الاثبات بتاعها، انا بحسب هنا خليني هرجع لديت شويه، انا بحسب هنا الستبس بتاعت الديزاين، انا عندي مومنت ونورمال وعرفت ان الاي على التي اكتر من ال 0.5، فانا دخلت كده في الايه في التنشن فيلير او في البيج اكسنتريستي، حسبت الاي، هحسب مسافه اسمها اي اس، اي اس دي هي المسافه منين؟ لو انا هندي ادي كده هنا السي جي، الادي المسافه ديت اي من هنا لهنا هي ديت اي اللي هي اكبر من تي على الاثنين، يبقى انا عايز احسب المسافه من نقطه الاي ديت لحد التنشن ستيل، المسافه دي هنسميها اي اس، اي اس هتساوي ايه؟
هي بتساوي الاي زائد تي على الاثنين، تي على الاثنين يعني انا زودت لحد هنا ناقص الكفر، لان المسافة دي لحد الكفر تحت دي كده كلها تي على الاثنين. فبقول ان الاي اس بتساوي الاي اللي هي دي زائد تي على الاثنين، يبقى انا جيت لحد النقطة اللي تحت ناقص الكفر، يبقى انا جبت المسافة دي اللي هي اسمها اي اس. وهقول ان الام التيمت اس هي بتساوي الان التيمت في الاي اس. خلاص يبقى انا حولت القطاع الى قطاع ايكويفالنت عليه ام التيمت اس، بدل ما كان عليه ام وان بقى عليه ام التيمت اس اللي هي عبارة عن ان في الاي اس. خلاص هقول ان دي بتساوي سي 1 في جذر ام التيمت اس على اف اس يو في البي، هطلع من هنا سي 1 وبالتالي هطلع الجي، وهقدر اقول ان الاريا ستيل هي بتساوي الام التيمت اس على الفيلد في الجي في الدي، بس انا عندي نورمال فورس كومبريشن يبقى ناقص الان على الفيلد على جاما اس. يبقى ده الخطوات الديزاين فيري ستريت فورورد. انا هنا دلوقتي بجيب المسافه من نقطه تاثير الفورسز الى التنشن ستيل، فبقول ان اللي هي دي هسميها الاي اس انها اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر. يبقى انا دلوقتي كده جبت الام التيمت اس ضربتها في النورمال فورس، جبت الام التيمت اس جبتها اتعاملت معاها كقطاع عليه مومنت عادي، طلعت السي 1 طلعت الجي، وانا بطلع الاريا ستيل قلت هي ام التيمت على الفيلد في جي في الدي ناقص الان على الفيلد على جاما اس. يبقى ده دلوقتي كاني حولت القطاع الى قطاع عليه قطاع عليه مومنت فقط، وبطلع بعد كده الاي اس داش اللي هي عباره عن كانها زي ستير اب هانجر، خلاص كانها 20% ممكن من الاريا ستيل بتاعتي اللي تحت. الكيرف اللي احنا فوتناه هنا ده بيبين لك الدسكشن اللي انا قعدت احكي فيها في الاول المحاضره، اللي هي استخدام الكومبريشن ستيل والتنشن ستيل مين فيهم مور افيشنت لقطاع عليه مومنت ونورمال. هو سيمبلي بنقول ان كل ما يبقى الريشيو بتاعت الحديد اللي انا بطلعه من ام التيمت اس ابروتش او بالانتراكشن دايجرام ابروتش، بنقول ان دي في القطاعات اللي فيها التنشن فيلير بتكون الام التيمت اس ابروتش دي مور افيشنت ديزاين، تمام؟ وبالتالي لا الام التيمت اس تشتغل في الكومبريشن فيلير، ولا هنحاول نستخدم الانتراكشن دايجرام في منطقه التنشن فيلير، تمام؟ مش ريكومندد يعني انا هطلع ديزاين فيه ويست، مش اوبتمايزد ديزاين. اوكي البلاستيك سنترويد احنا اتعرفنا عليه قبل كده، وديت الديزاين ايدز اللي هي احنا اتكلمنا فيها. احنا عندنا الانتراكشن دايجرامز فيها الكيرفات، فيها كذا حزمه للكيرفات، في عندنا بتكلم طبعا الريكتانجلر سيكشن في الاول، عندي فيلد 240 280 300 400. احنا دلوقتي عندنا الحديد بنسمح في حديد طبعا عندنا 420 ميجا باسكال، وفي ريسنتلي في الكود دلوقتي اضاف حديد 500 ميجا باسكال، ودولت ما لهمش انتراكشن دايجرام في المرسومين معاكم دلوقتي، يعني اللي انتوا تخشوا الامتحان بيهم مش موجودين انتراكشن دايجرام. طيب انت مفروض تجيب الجداول معاك، افضل ان انت تجيب الجداول بتاعتك. عندكم الجداول ولا ما عندكوش الجداول؟ قولولي كتاب الجداول ده معاك ولا لا؟ لا هو للأسف يا دكتور مش متاح معانا. مش متاح معاكم كتاب الجداول، فيبقى انا لازم في الامتحان انا اديكم الكيرف بتاع الانتراكشن دايجرام لو انتوا هتستخدموه في الديزاين. طب هو حضرتك ممكن مثلا انت بي دي اف مثلا واحنا ممكن نطبعه ولينا كلنا؟ خليني انا هتصرف، يبقى احنا لازم هنديكوا الكيرف احسن جيفن في ورقه الاسئله لو انت هتستخدمه في الديزاين. خلي بالك ان في عندي في الانتراكشن في حزمه كيرفات فيها اريا ستيل تحت واريا اس داش فوق اللي هي بالفا، وفي مجموعه تانية من الكيرفات الرينفورسمنت فيها متوزعه الونج البريمتر زي ده، تمام؟ فدي برضو مرسومه لكذا كيرف، يعني دول مرسومين فيلد بكذا وكذا وكذا وكذا، ومع كل فيلد في 2 الفا بواحد او 0.8، ومع كل الفا في كذا اكزاي من 0.7 او 0.8 او 0.9.
يبقى انا عندي هنا دي مجموعه كيرفات رقم واحد، دي مجموعه كيرفات رقم اتنين الحديد الديستريبيوتد، دي مجموعه كيرفات رقم ثلاثة اللي هي للايه للسيركلر سيكشن. فعاده لو بيبقى معاك كتاب التشارتس ده بتلاقي في مجموعه من الانتراكشن دياجرام، فركز انت داخل مع انهي كيرف ومع انهي شكل من الحديد، هل الحديد فوق وتحت بس ولا ديستريبيوتد ولا القطاع شكله سيركلر. احنا عدينا اعتقد بالامثله ديت وحسبنا من هنا مثلا نبص الاي اوفر تي بكام، ده اكزامبل من الكتاب بتاع الملحق بتاع الكود الديزاين ايدز اللي هي مساعدات التصميم. تمام، هنا مستخدم الاي اوفر تي طلع له الاي اوفر تي 0.7 فهو تنشن فيلير، ومع ذلك دخل واستخدم الاي انتراكشن دايجرام وطلع الحديد بتاعه 6.16 تحت والالفا كانت بواحد و6.16 فوق. ده عشان كده ما بنقولش انه غلط، وعشان كده مرسوم في مساعدات التصميم، ده اللي تبع كان للمركز بحوث البناء والاسكان، ولكن اللي احنا بنقوله ده هنا ان انت بس عشان تحس بالارقام 6.16 تحت و6.16 فوق، لو صممتهم بالام التيميت اس ابروتش هتطلع قد ايه؟ هو ده السؤال، وبالتالي يا ريت ان انتوا تحلوا هذا المثال، بتطلع هنا تاني عندك بالمومنت ده والنورمال ده وتطلعها بالام التيميت اس ابروتش عشان نشوف مين فيهم هيطلع افيشنت اكتر، افيشنت اكتر يعني وزن ستيل اقل. تمام؟ متهيألي النقطة دي واضحة. يبقى انا دلوقتي بشوف دايما الخلاصه في اللي انا قلته ان انت عندك دلوقتي نورمال ومومنت، هتبتدي تحسب الاي اللي هي الام اوفر ان وهتقارنها ب 0.5 التي، اقل من 0.5 التي بستخدم انتراكشن دايجرامز، اكتر من 0.5 التي بستخدم ام التيميت اس ابروتش. وعرفنا ليه، عشان حته الالفا ان انا هنا مش محتاجها في الام التيميت اس، ان انا هحط حديد كومبريشن زيه زي التنشن. طيب ده مثال للبيج اكسنتريستي باستخدام الام التيميت اس ابروتش، عندي البي ب 30 سنتي، معلش دقيقه واحده تاني معايا، دقيقه واحده معلش. الو يا دكتور، مع حضرتك. ايوه اتفضل يا دكتور. استلمت ال اهي شباب معلش. فدلوقتي عندي المثال دوت كده، خلينا نبص عليه بسرعه. عندي البي الام جيفن ب 500، الان ب 750 كيلو نيوتن، ما اعرفش التي مش جيفن. فابتدينا هنا دلوقتي دخلت زي ما بقول لكم الدي بتساوي سي 1 اللي هي ب 3.5 في جذر الام على الاف سي يو في البي، اف سي يو ب 30 ميجا باسكال، يعني انا عندي هنا الاف سي يو بتساوي 30 ميجا باسكال. المومنت اتضرب في 10 6 ما تنساش، الابعاد كلها بالملي، طلعت الدي بتساوي 80 ملي والتي بتساوي 850 ملي. اوكي، انا هنا دلوقتي عملنا ايه؟ عملنا قلنا ان انا عندي الكومبريشن، انا عندي كومبريشن فورس، فالتي بتاعتي هاخدها من 1.1 الى 1.2 التي اللي طلع لي من المومنت ده، فخدت بدل ما كان طالع لي التي ب 850 انا هاخد التي بكام؟ ب 1000، زودتها شويه عشان وجود الكومبريشن فورس، ضربتها في 1.1 وبالتالي الدبس عندي بقى ب 90 سنتي. حسبت من هنا القيمه ديت الان على اف سي يو في البي في التي،
ان في 10 اس 3 على اف سي يو اللي هي ب 30 في البي ب 300 في التي ب 850، طلعت لي الرقم ده 0.098 اكبر من 0.04. لو تفتكروا انا عندي فيه دايما تو ليميتس للقصه دي، انا عندي دايما فيه قطاع مومنت ونورمال، تمام؟ وبالتالي هنا بنقول ان انا لو كان عندي النورمال فورس اقل من 0.04، لو النورمال فورس عندي اقل من 0.04 اف سي يو في البي في التي وعندي مومنت، يبقى النورمال فورس دي قليله جدا، انا ههملها واصمم قطاع بس كما لو كان عندي قطاع قمر. لو انا عندي النورمال فورس المومنت بقى اقل من ام مينيموم، ايه ام مينيموم؟ ام مينيموم دي هي ان في الاي مينيموم. ايه هي الاي مينيموم؟ الاي مينيموم دي اللي هي 0.05 تي. وبالتالي لو عندي مومنت قليل يبقى انا كاني في الانتراكشن دايجرام في الحته دي الافقيه في الكيرف في الحته دي في المنطقه دي، وبالتالي في المنطقه ديت انا ههمل المومنت وهصمم القطاع كانه نورمال فورس بالمعادله الشهيره بتاعتنا 0.35 الاي سي في اف اس يو زائد 0.67 اي اس في الاف فيلد، تمام؟ يبقى انا دايما لما يكون عندي مومنت ونورمال اي هاف تو اكزامين التو ليميتس دولت، هل انا النورمال ديت ههملها ولا اخدها معايا في الاعتبار؟ ههملها لو كانت اقل من 0.04 اف اس يو في البي في التي، هاخدها معايا في الاعتبار طبعا لو اكتر. هل المومنت ههمله واصمم القطاع كامل لو كان عليه اكسيال لود بس بالمعادله بتاعتنا ولا ايه؟ لازم كده نحسب القيمه بتاعه الام الان في الاي مينيموم، الاي مينيموم اللي هي 0.05 تي، او بمعنى تاني احسب الاكسنتريستي على طول اللي هي ام على ان اللي هي الاي وقارنها ب 0.05 تي. اكتر من 0.05 تي يبقى لازم اخد المومنت، تمام؟ جميل. يبقى دلوقتي هنا في المثال بتاعنا دوت كانت ال N بتاعتي حسبتها هنا لقيت ان ال N اكتر من 0.04، N على FSU في ال BFT اكتر من 0.04، وبالتالي انا لازم take N into consideration. طالما هاخد N فرحت مزود ال T ضاربها في 1.1 ولا 1.15، جبت ال T بتاعتي ب 1000 وال D ب 900، حسبت ال E اللي هي M على N طلعت لي 0.667، حسبت الاي اوفر تي طلعت لي تي كانت بمتر فطلعت لي دي برضو 0.667 اكبر من ال 0.5، وبالتالي هنا انا عندي هنا كيس ايه؟ بيج اكسنتريستي اللي هي البيج اكسنتريستي، وبالتالي لا يفضل استخدامنا للانتراكشن دياجرام عشان اطلع مور اوبتمايزد ديزاين. وبالتالي هنا حسبت الاي اس اللي هي قلنا اللي هي بتساوي الاي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، طلعت 1.067. يبقى حسبت الام التيميت اس اللي هي بتساوي الان في الاي اس اللي هي دي، طلعت لي الام التيميت اس، قلت ان الدي بتساوي سي 1 في جذر ام التيميت اس على اف سي يو في البي، طلعت السي 1، طلعت الجي، طلعت الاريا ستيل بتاعتي اللي هي بتساوي الام التيميت اس على اف فيلد في الجي في الدي. لو كده وقفت وكده وبس لسه المساله بتاعتي غلط، لان كده انا هطلع حديد كبير كما لو كان ما عنديش نورمال فورس كومبريشن. طالما انا عندي كومبريشن يبقى باكل من الحديد التسليح، وبقول انها ناقص الان وضربتها في 10 اس 3 على اف ييلد على جاما اس. ايوه طلعت من هنا الحديد 941 ملي. انا حافظ ان فاي 16 عندي الاريا فاي 16 الواحده مساحتها ب 201 مليمتر سكوير، عارف ان فاي 20 ب 314 مليمتر سكوير، عارف ان فاي 25 ب 491 مليمتر سكوير، عارف ان فاي 12 ب 113 مليمتر سكوير. وبالتالي قدرت ان انا اطلع عدد الاسياخ، طبعا قربتهم الى الكبير. مش همشي كده واسيب المساله، انا لازم اعمل تشيك على الاي اس مينيموم ان انا الحديد اللي انا مختاره 5 فاي 16 دي موفيه بالاي اس مينيموم بتاعتنا، وبالتالي انا لازم بحسب ال 1.1 على فيلد في البي في الدي طلع لي رقم، بحسب 1.3 اي اس اللي انا محتاجها
اللي هي 1.3 في 941 طلعت لي رقم، باخد من دول الأقل، وبشرط ان الاقل ده ما يقلليش عن 0.15 على 100 في البي اوفر دي، فيبقى انا عندي هقارن بين ده وده وهاخد من دولت هما الاثنين الاكبر. فانا عندي الاي اس مينيموم بتاعتي بكام؟ ب 825 مليمتر سكوير، ودي اقل من الحديد اللي انا حاطه، ان ال 5 في 16 دي بحوالي 1000، 5 في 200، 5 في 201 يعني بتتكلم في 1000، وبالتالي يبقى السكشن بتاعي كده خلص. طيب هرسم السكشن ازاي؟ رسم السكشن عندي في الخرسانه ها مهم جدا. يعني بتلاقي الحسابات دي مثلا لو المساله دي عليها 10 درجات، بتلاقي الحسابات دي كلها على الشمال دي عليها 5 درجات، وبتلاقي رسم السكشن لوحده عليه كام؟ 5 درجات. انا بكرر الكلام ده دايما في كل محاضره. رسم السكشن يعني ايه؟ يعني هرسم الابعاد السكشن بتاعي بالتوسكيل. توسكيل يعني انا بكرر جدا على الحته دي مع ان انتوا كبار على كده، لكن لو انا بقول لك دلوقتي ارسم لي السكشن ده بسكيل 1 ل 25، انا عندي المسافه عرض العمود 30 سنتي، 30 سنتي بسكيل 1 ل 25 يبقى هرسمها كام سنتي؟ 120 اللي هي 120 سنتي، سنتي و... اللي هي تبقى سنتي واتنين ملي. آسف كام؟ سنتي واحد لخمسة وعشرين أضرب بعض في أربعة صح؟ 1 ل 25 يبقى ارسمها كام سنتي؟ 30 سنتي عرض العمود، هرسمها كام سنتي على الورقة؟ سنتي واتنين من عشرة 7.5 سنتي. 30 على 4 جبتها 7.5 سنتي دي ازاي؟ تقريبا سنتي باتنين، سنتي واتنين يا جماعة. انا بعمل ايه؟ بضرب في اربعة، يعني ديت كام؟ 0.3. اول حاجة بحول الرقم ده المتر، انا عندي عرض القطاع 300 مللي صح؟ اللي هي كام متر؟ اللي هي 0.3 متر. 0.3 في 4 ترسم بالسنتي، 0.3 في 4 تديك 1.2، يعني 1.2 سنتي. طيب ارتفاع القطاع كام؟ سين ارتفاع القطاع، ما اعرفش دي مكتوبه كام هنا، ولكن ارتفاع احنا القطاع عندنا ارتفاعه متر صح؟ كانت التي خدناها بمتر اللي هي ب 1000 مللي. طيب التي ب 1000 مللي يبقى هرسمها كام سنتي؟ نفس القاعده، حول التي دي في دماغك للمتر، هي ب 1000 مللي اللي هي كام متر؟ متر، متر اضربها في 4 يبقى كام؟ 4. يبقى انا هرسم البتاع ديت 4 سنتي. يبقى انا عندي هرسم القطاع العمود في الاخر ده بسكيل 1 ل 25، المسافه دي كده عندنا دي هرسمها 1.2 سنتي يعني 12 مللي، وديت هرسمها كام؟ 4 سنتي. جميل. طيب يبقى انا لو اديتك بقى اي قطاع تاني، خلاص لو قلت لك مثلا القطاع عندي 25 في 60 عايزها بسكيل 1 ل 25، يبقى ايه؟ ال 25 دي هرسمها قد ايه؟ قول. واحد. واحد. جبتها منين واحد؟ قسمت ال 250 جبتها بالملي اللي هي 0.25 متر. 0.25 متر ضربتها، انا عايز سكيل 1 ل 25 يعني هضرب في 4، يبقى هرسمها كام؟ 1 سنتي. ال 60 هنعملها ايه؟ تترسم كام سنتي؟ 2.4. طيب لو انا عايز بسكيل 1 ل 50 وقايل لك ارسم لي كاميرا طولها 6 متر، هرسمها كام سنتي؟ 12 سنتي. 12 سنتي. جبت سنتي. حولت دي المتر، طب ما هي 6، 6 وانا عايز سكيل كام؟ 1 ل 50، يبقى ارسمها 12 سنتي. يبقى دي هتترسم كده هنا طولها على الورقة 12 سنتي. تمام. طب لو انا عايزها بسكيل 1 ل 25 24 سنتي، يبقى الستة ضربتها في 4 هتترسم 24 سنتي. طيب لو انا ساعات بنطلب السكاشن بسكيل 1 ل 10 يبقى يعني متر 10 سنتي. ال 25 في 60 دي
ارسمها بسكيل 1 ل 10 تبقى كام في كام؟ 2.5 في 6 سم. 2.5 2.5 سم في كام؟ 6 سم. في 6 سم عملنا ايه؟ هي نفس القاعده، خدت ال 25 دي حولتها المتر بقت 0.25. انا عايزها 1 ل 10 ضربتها في كام؟ في 10. زي ما كانت 1 ل 25 بضرب في 4، 1 ل 10 بضرب في 4 تبقى دي 2.5 سم. ال 600 اللي هي 0.6 متر، 0.6 عايزها 1 ل 10 ضربت في 10 بقت كام؟ بقت 6 سم. ويبقى دلوقتي موضوع السكيل، يبقى انا الرسمه بتاعتي هرسمها تاني. انا بقول لك ال 30 دي وانا هنا طالبها بسكيل 1 ل 25، فال 30 دي هتترسم 1.2 سم، المتر دي هتترسم 4 سم. يبقى انا عندي ده هيبقى 1.2 سم في 4 سم، هيتكتب عليه الابعاد بتاعه، سواء تكتبها بقى بالمتر او بالملي ما تفرقش، المهم لازم تكتب لي العرض والطول. الحديد هترص الاسياخ تحت وتلاقي الحديد يترص دايره بالمنظر ده. مش عايز السيخ، ابص الاقي واحد رسم ان السيخ على كده، ها ده كده ايه؟ مرفوض، تمام. فكل ده بينقص درجات. السيخ يترسم دايره، مش هقول لك دايره تبقى بالبرجر، ولكن دايره تبقى بايدك دايره محترمه على قد ما ايه ما انت تعرف تجيبها. يبقى زي ما انا برسم كده، ده كده شكل السيخ. الخمس سياخ يترسموا خمسه، المسافات اللي بينهم تقريبا متساويه، تمام. يبقى ده الخمس سياخ تحت، فوق بنحط حديد تعليق كنات، لان خلاص القطاع ده بقى تنشن فيلير، وبالتالي ما بقاش قطاع، كانه مش قطاع عمود، قرب اكتر لبتاع الكاميرا، لان احنا صممناه بالام التيميت اس ابروتش. يبقى حطيت فوق 2 في 10 اللي هي حوالي 20% من الحديد اللي تحت، وحطيت سايد بارز 2 في 10، وتلاحظوا ان انا مش مربط فيه بكنات كده، ها. وان كان يفضل برضو على حسب النورمال فورس، يفضل الحقيقه ان انا امسكه كامل لو كان قطاع عمود، ان انا اربط هنا الاسياخ دي بكنات، لان هو مورورليس في الاول وفي الاخر هو ستيل جزء من قطاع عمود شايل نورمال وشايل مومنت، تمام. يبقى ده الديزاين بتاع التنشن فيلير. يبقى الرسمه بتاعتي الاقي قفل الكنه مقفول، مقفوله قفل الكنه، شايفين قفل الكنه الشرطتين دولت، الكنات بتاعت العمود محطوطه، الكنات الداخليه. احنا عندنا في شرط في الاعمده ان لازم المسافه بين الاسياخ ما تزيدش عن 25 سم، وان لازم لو انا راصص على اقل من 15 سم بسيب سيخ وربط سيخ، لو انا راصص على 25 سم يبقى لازم كل الاسياخ تتربط بكنات. عشان كده انا مسكت دولت بالكنه دي، وادي القفل بتاعها هنا. يبقى السكيل مظبوط، الابعاد مكتوبه، الحديد مكتوب على كل سيخ، الاسياخ ديت قطرها كام، ديت تاخد كده الدرجه بتاعتك بتاعت الخمس درجات، وتعظيم سلام عليها. كمان هيترسم الكلام ده بدون دايمنشنز، هيترسم الكلام ده بدون رسم تسليح مكتوب على كل سيخ، بدون ما السيخ يبقى مرسوم عدل ومرسوم لي نقطة كده، كل ده بياكل من الدرجات، تمام يا شباب؟ طيب ده دلوقتي الديزاين بتاع القطاعات اللي عليها مومنت ونورمال فورس كومبريشن. اللي أنا قلته لحد دلوقتي، لو أنا بعمل ديزاين يبقى M و N وال N دي كومبريشن، بحسب الـ E M over N، أقل من 0.5T interaction diagram هصمم، أكتر من 0.5T يبقى هخش بالام التيميت اس ابروتش، اللي انا بحسب بيها اي اللي هي ام على ان، بحسب اي اس اللي هي اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، بحسب ام التيميت اس، بخش اعوض في المعادله اطلع سي 1 اطلع جي اطلع اي اس اللي هي بتساوي ام التيميت اس على اف فيلد في جي في الدي ناقص النورمال على اف فيلد على جاما اس. يبقى دي ابروتش للديزاين بالام لو بيج اكسنتريستي. سمول اكسنتريستي دخلت في الانتراكشن دايجرام، اخترت الكيرف بتاعي، دخلت بالبي على الاف اس يو في البي في التي، ودخلت بالمومنت على اف اس يو بي تي تربيع، تقطعوا لي في نقطه، جبت الرو جبت الميو على حسب الالفا اللي انا داخل بيها، بطلع اي اس واي اس داس، وبرسم السكشن بالسكيل المطلوب. دي نوعيه من الاسئله تو ديزاين. خلي بالك احنا كل يوم عندنا في قطاعات، كل القطاعات عندنا قطاعات عليها مومنت ونورمال. انا ما عنديش قطاع عليه الحقيقه مومنت بس، وما عنديش قطاع عليه نورمال بس. من بعد ما بتتخرج من الكليه ما فيش القطاع ده، مش موجود. حتى الكاميرات، حتى الكاميرات، لان احنا بعد كده بنحل وبناخد تاثير الحراره معانا، فبتلاقي الكاميرات عليها نورمال فورس مع المومنت اللي موجود، تمام. طيب وبالتالي انا عندي الـ 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 لو نوعيه تانية من الاسئله بتيجي، ان انت ترسم الانتراكشن دايجرام. عشان ترسم الانتراكشن دايجرام بنرسمه بالخمس نقط زي ما شرحنا في اول محاضره،
بنرسمه considering الجاما سي والجاما اس عرفنا ان هما 1.5 و 1.15 في منطقه التنشن فيلير. في الكومبريشن فيلير لا هما مش كده، هي بتربطهم علاقه بالاي او بالاي اوفر تي، وبيبقوا يتراوحوا من يعني الجاما سي تتراوح من 1.5 الى 1.75، والجاما اس تتراوح من 1.15 الى 1.34 على حسب ايه، على حسب اي اوفر تي. طب انا ما عنديش لسه المومنت والنورمال ده، انا عايز ادور على نقطه في الكومبريشن، خش بيهم افرضهم انها 1.5 و1.15، كمل حساباتك، خد المومنت حوالين البلاستيك سنترويد، احسب الاي، احسب الام، احسب الان، احسب الاي اللي هي ام اوفر ان، ارجع تاني بالبيزد على حسبتك للاي، احسب جاما سي وجاما اس، خش تاني عيد نفس الخطوات لحد ما تطلع ام وان وتحسب اي وتحسب جاما سي وجاما اس تاني، خش عيد نفس الخطوات لحد ما تطلع ام وان، هتلاقيهم يطلعوا لك هتلاقي الاي طلع لك في الاخر بنفس القيمه، وبالتالي جاما سي وجاما اس ثبتت سي 1.57 مثلا 1.62 والجاما اس 1.21 1.23 تمام يا شباب. يبقى كل اللي قلناه دلوقتي في الديزاين من اول الترم، الديزاين بتاع القطاعات عليها مومنت ونورمال فورس كومبريشن بالتو ابروتش، وازاي نرسم الانتراكشن دايجرام. دلوقتي هنبتدي في موضوع جديد، هو الديزاين بتاع القطاعات عليها مومنت واكسيال تنشن. الاكسيال تنشن ديت ليها برضو تو كيسز، بيج اكسنتريستي وسمول اكسنتريستي، جوه القطاع او بره القطاع. الاي بتاعتي اكبر من 0.5 تي ولا اقل من 0.5 يبقى الشكل بتاعنا هو شكل عبارة عن حاجة بالمنظر ده. لو أنا عندي بتكلم في small eccentricity إن الإي بتاعتي جوه القطاع، والكيس التانية هي إن sorry التنشن هنا جوه القطاع وهنا التنشن بره القطاع. هنا الإي على تي أكبر من 0.5 تي، هنا الإي over تي أقل من 0.5 تي. هنبتدي بالأبروتش الأولاني ده اللي هي small eccentricity. لو أنا عندي tension force هنا بتساوي مثلا 50 كيلو نيوتن، اي رقم، او خلينا نقول 100، طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشوف الحديد ده اطلع قيمته ازاي، والحديد ده ايه اس داش دي اطلع قيمتها ازاي، صح؟ ده هدفي. طيب لو انا عندي القطاع ده سمول اكسنتريستي زي الشكل اللي احنا بصينه ده، الكود عندنا قال لك ايه؟ قال لك طب بص، انت عندك هنا القيمه دي ب 100، وعارف المسافه بين ما انا عارف الاي، ما هي دي الاي اللي هي الام اوفر تي، تي التيمت. طيب انا عارف المسافه دي، وبالتالي وانا عارف الحديد، مسافه الحديد بتاعتي من السي جي ومن السي جي. طب قال لك دلوقتي يبقى انا عندي دلوقتي هنقدر نحسب هنا الفورس في التنشن اللي هنا ده، الفورس في التنشن اللي هنا عن طريق ان هي هحسب الفورس الحديد ده شايل له رياكشن قد ايه، عارف كان دي ريزلتنت بتاع التو فورسز، تنشن هنا وتنشن هنا، تي 1 وتي 2، وكأن دي هي الريزلتنت بتاعتهم اللي هي بتساوي مجموعة T1 ومجموعة T2. هل أقدر أحسب T1 دي بتساوي كام و T2 دي بتساوي كام؟ يعني بمعنى تاني لو أنا بصيت لدي على أنها زي كاميرا كده، ده السبورت ده اللي هو السخين دول، والسبورت ده اللي هو السخين دول، وعندي هنا قوة شد اللي هي T ultimate دي بتأثر، أدي السي جي أهو وأدي هنا T ultimate دي. هل أعرف أحسب الرياكشن ده هنا كام والرياكشن ده هنا كام؟ اعرف احسبه لان انا عارف المسافه دي اللي هي الاكسنتريستي، فاقدر لو انا عندي التنشن ده اقدر احسب الرياكشن هنا كام والرياكشن ده هنا كام. ازاي؟ عادي هاخد المومنت هنا، هقول ان تي في المسافه ديت في ال1 هتساوي تي2 في المسافه ايه ال، يبقى انا جيت اقدر اجيب مين تي2. طب وازاي اطلع من هنا تي1 اللي هنا؟ لإما أقول T ultimate ناقص T2 بتساوي T1 سيجما واي بتساوي صفر، لإما أخد العزوم هنا
اقول ان تي التيمت في المسافه دي كلها اللي هي ال2 هتساوي المومنت ده هيساوي تي1 في المسافه ال، يبقى اقدر اجيب مين تي1 وشيك بسيجما اي. وبالتالي لو انا عندي التنشن عندي جوه القطاع الاي اقل من 0.5 تي، يبقى انا هشتغل بالسمول اكسنتريستي ابروتش. سمول اكسنتريستي كنا في الكمبريشن بنشتغل انتراكشن دايجرام، لا هنا مش هشتغل، ما فيش بقى انتراكشن دايجرام، انا هنا هشتغل بالايه، بان انا بوزع الفورسز على التو الحديد السفلي والحديد العلوي. وبالتالي لو انا عندي التي دي اهي، يبقى هوزعها هنا بالطريقه دي كانها مومنت كانها كاميرا سيمبل بيم، وبجيب الرياكشن وكأن التي التيميت هي الفورس، والتي 1 والتي 2 هما الرياكشنز بتوعي. هجيب التي 1 خلاص، طالما جبت التنشن اللي الحديد ده شايله، يبقى انا اقدر اقول بسهوله ان الاريا ستيل اللي انا محتاجها هنا هي بتساوي تي 1 على الفييلد على جاما اس. فاكرين واحنا بنصمم قطاع ليه تنشن بيور تنشن، كنا بنقول ان الديزاين لو انا عارف التنشن كنت بقول ان الديزاين بتساوي التنشن الاريا ستيل بتساوي تنشن على الفييلد على جاما اس. تمام، نفس القصه لو انا عرفت التي 2 اللي هنا، يبقى الاريا ستيل اللي انا عايز احطها دولت السياخ دي هي عباره عن ايه، عباره عن الاي اس 2 اللي هي بتساوي تي 2 على الفييلد على جاما اس. يبقى وهنا ديت هي الاريا ستيل دي اللي هي بتساوي تي 1 على الفييلد على جاما اس. يبقى انا السمول اكسنتريستي اي اللي هي ام على تي اقل من 0.5 تي، يبقى خلاص دي سمول اكسنتريستي زي الشكل ده، وبالتالي دي هتعامل معاها كما لو كانت كاميرا وبطلع لها الرياكشنز يمين وشمال. تمام، وكان دي الريزلتنت والتو فورسز هم دولت اللي بيأثروا، واتيفر الاثنين نفس المعنى. هتاخد المومنت الناحيه دي هتطلع بيها الفورس الناحيه تي 2، هتاخد المومنت عن تي 2 هتطلع بيها تي 1، هتشيك بسيجما واي ان تي 1 زائد تي 2 لازم يساوي لك تي التيميت. بطلع كل ستيل انها تي على الفيلد على جاما اس، تي على الفيلد على جاما اس. يبقى دي الطريقه الاولانيه لو انا عندي هنا سمول اكسنتريستي او ان التي بتاعتي جوه القطاع. في اي اسئله لحد كده يا شباب؟ دكتور لو سمحت انا كان عندي اسئله في القديم شويه. اسئله ايه؟ في اللقف كده اللي انا بقوله. هو بس لو عندي مثلا interaction diagram وعندي بتاعه سيكشن معين وعندي نقطه بره الانتراكشن diagram دي، هيبقى الفيلير بتاعها تنشن على طول صح؟ النقطه بره الانتراكشن diagram يبقى النقطه دي انصيف اصلا. هنسيب بقى يعني النقطة دي القطاع ده غير آمن، يعني مش هتفرق سواء compression أو tension failure، مش هتفرق خلاص، ده القطاع مش موجود، ده النقطة هنسيف. تمام شكرا. دكتور لو سمحت عندي سؤال بس. هو الام التمت اس اس دي الاس دي ترمز ليه يعني؟ او اختصار ليه؟ اس دي ايه؟ اس دي دي اللي هي ايه؟ ام التيميت اس الحركه اللي من جوه احنا الاس كانها المومنت عند ليفل الحديد اللي انا بقول اللي هي بتساوي النورمال فورس في الاي اس، والاي اس اللي هي اي زائد تي على 2 اس كفر، كاني بجيب المومنت على مستوى الحديد السفلي اللي تحت. احنا النهارده كام في ال 11 11 ها 11 11 النهارده صح؟ طيب حازم عماد معانا؟ حازم عماد الدين محمد عبد السلام عدريش. طيب طب في كام واحد مشي دي واحده؟ انتوا شايفين السكرين عندي ها؟ يا دكتور صار طيب كريم أسامة شوقي موجود معانا صح؟
كريم أسامة شوقي مريم حامد عبد المقصود منة الله جمال محمود منة الله جمال محمود سمعيني يا شباب ولا مش سمعيني؟ طيب ندى أسامة أيوة مع حضرتك يا دكتور منة مش موجودة منة الله جمال محمود عبد الحميد طيب يوسف علي كمال يوسف علي كمال حازم عماد الدين عبد السلام سارة عماد الدين عبد الرحمن أيوة مع حضرتك يا دكتور سهيلة السيد مع حضرتك يا دكتور أحمد شوقي سعد طه أيوة دكتور موجود محمد أشرف محمد علي أيوة مع حضرتك يا دكتور ماشي كده جميل طيب طيب نرجع للموضوع التاني بتاعنا يبقى احنا دلوقتي البروسيدر بتاعت الديزاين عندنا لو انا عندي سمول اكسنتريستي زي ما ابتدينا نتكلم انا عندي التي بحسب الاي اللي هي بتساوي الام اوفر تي اقل من 0.5 وبالتالي انا السمول اكسنتريستي وبحسب من هنا التي 1 والتي 2 كانها بقول لك بيم ودي عليها كونسنتريتد لود وبطلع الرياكشن في النقطه دي والنقطه دي لو انا عندي بقى بيك اكسنتريستي نشتغل بيها ازاي تعالوا نشوف عندنا هنا هنشتغل ازاي دي هنا اول حاجه ازاي ان انا اشتغل بالسمول اكسنتريستي ده نفس الكلام اللي انا قلته بس هنا محطوط بصوره يعني ايه معادلات شويه انا عندي فوق المسافه اللي فوق دي اسمها دي داش الحديد اللي هنا اسمه AS1 والحديد اللي فوق AS2 انا عايز اجيب وعندي هنا التي التيمت اهي اللي هي بتاثر جوه القطاع فعندي هنا ديت الاكسنتريستي اي من السي جي للتي فهقدر ان انا عايز اجيب التنشن فورس اللي هنا وعايز اجيب التنشن فورس اللي فوق فقلنا ايه كان دي بيم وكان هنا اعتبر دي كانها كده سبورت هنا ودي كانها سبورت هنا وعندي هنا الكونسنتريتد لود اللي انا عايز اجيب له الرياكشن هنا واجيب له الرياكشن هنا يبقى انا اقدر اقول ان التي 1 اللي هنا دي بتساوي ايه هتلاقي لو انت خدت المومنت فوق يبقى لو خدت المومنت فوق هنا المسافه دي اي اس 1 والمسافه دي سميها اي اس 2 واي اس 1 دي انا عارفها ما انا عارف المسافه دي هي اسمها اي وعارف ان المسافه دي من هنا لهنا لحد الكفر خالص تحت من هنا لهنا دي اسمها ايه دي على الاثنين فنقدر اقول ان الاي اس 1 دي هي تساوي ايه يا شباب هي تي على الاثنين ناقص الكفر ناقص الاي واقدر اجيب اي اس 2 اقدر اجيب اي اس 2 هي بتساوي تي على الاثنين ناقص الكفر لان الحته دي تي على الاثنين ناقص الكفر زائد الاي فاقدر اجيب المسافه اللي فوق بالجيومتري يعني المسافه اللي فوق دي والمسافه اللي تحت دي اقدر اجيبها على طول بمعرفه الكفر اللي هو 50 مللي تحت و50 مللي فوق ومعرفه الاي اللي عندي هنا خلاص وبالتالي هقدر اجيب ان التي 1 لو انا خدت المومنت عند النقطه او دي فكانها تي التيميت في الاي اس 2 هتساوي ايه هتساوي التي 1 في المسافه دي كلها من هنا لهنا اللي هي دي ناقص دي داش ما هي المسافة من تحت لفوق دي والمسافة دي دي داش وبالتالي المسافة ديت هي دي ناقص دي داش يبقى هتساوي تي 1 في دي ناقص دي داش أوبس تمام يبقى أقدر أجيب بسرعة هنا إن التي 1 هي عبارة عن التي ألتيميت في الإي إس 2 دي اللي هي إي إس 2 على دي ناقص دي داش
والتي 2 جابها هنا بسيجما واي هي تي التيميت ناقص تي 1، يبقى جبت الاريا ستيل هي عباره عن اريا ستيل 1 دي اللي انا محتاجها هنا هي بتساوي تي 1 على الفيلد على جاما اس، وجبت هنا اي اس 2 اللي هي بتساوي تي 2 على الفيلد على جاما اس. تمام، يبقى ده كده نفس الكلام اللي انا بقوله في السمول اكسنتريستي. ده هنا مثال سريع على استخدام السمول اكسنتريستي. لو انا عندي المومنت وعندي التنشن فورس وعندي الفيلد وعندي اف اس يو، حسبت الام اوفر ان، ام اوفر تي طلعت ب 0.1 متر، انا القطاع عندي كام؟ 25 في 60، وبالتالي التي على التي بكام؟ ب 0.6، يعني التي على الاثنين بكام؟ ب 0.3، وبالتالي انا عندي الاي اقل من ال 0.3، اقل من تي على الاثنين، وبالتالي هي سمول اكسنتريستي. حسبت الدي ناقص دي داش، الدي عندي ب 550 لان التي ب 600، فالدي ب 550 يبقى الدي ناقص دي داش ب 0.5. حسبت اي اس 1 واي اس 2 اللي هي المسافه ديت من هنا لهنا، دي اس 1 ودي هنا اي اس 2، وقدرت اوزع ال 300 دي ان هي 210 تحت و 90 كيلو نيوتن فوق، وقدرت ان انا اقول احسبها ان الاريا ستيل، حسبت هنا ال 210 وال 90 زي ما بقول لك البيم وكان الكونسنتريتد لود والرياكشنز، وحسبت الاريا ستيل اللي هي بتساوي تي 1 على الفيلد على جاما اس، والاي اس 2 تي 2 على الفيلد على جاما اس. اخترت دي 3 فاي 16 وديت 2 فاي 16. فاي 16 تاني هي 201 ملم مربع. اتفضلي. حضرتك كنت ندهت على اسمي وانا المايك كان شغال عندي. مين معايا؟ مريم حامد. مين كلمك يا مريم؟ قال لك ان اسمك اتندى. حضرتك ندهت، انا الميكروفون ما كانش شغال معايا. طب ما تكتبي يا مريم. بلوك من الموقع. تمام تمام. اوكي. طيب يبقى هنا حسبنا احنا تي 1 وتي 2 عشان نطمن مريم. هي دي فين؟ خلاص يا مريم، ما انت جوين صح؟ خلاص اوكي جميل. يبقى برضو بنعمل هنا تشيك على الـ AS minimum اللي هي هنا بتبقى الـ smaller من 0.225 جذر FSU على field أو 1.3 الـ AS required، بختار من دولت الأقل، فطلعت عندي حديد 462 ودي أقل من الـ AS 1 بتاعتي اللي هي 600 ملي. وبنرسم القطاع بتاعنا اللي هو هنا ديت أبعاده هنا فوق 250 ملي وهنا 600 ملي، تحت عايز 3 فاي 16 وفوق 2 فاي 16 لان التنشن كان، تفتكروا التنشن ايه، قريب من الحديد اللي تحت ولا من الحديد اللي فوق؟ مكانه فين؟ تي التيميت بتاعتي مكانها فين؟ قريبه من الحديد اللي تحت ولا قريبه من الحديد اللي فوق؟ اللي تحت. الحديد اللي تحت. اللي تحت، بالتالي كانت سامور هنا، وبالتالي دي لما توزعت اكيد اللي تحت ده حس، اللي كان حاسس قلنا ب 210 طن، واللي فوق ده كان حاسس ب 90 210 كيلو نيوتن و90 كيلو نيوتن، وبالتالي اشكال الحديد اللي هنا 3 فاي 16 وهنا 2 فاي 16. يبقى ده القطاع بتاعنا ومثال على السمول اكسنتريستي في المومنت والتنشن. في اي اسئله لحد النقطه دي؟ طيب طالما ما فيش اسئله نكمل. اخر حاجه عندنا هي البيج اكسنتريستي او القطاع المتعرض مومنت وتنشن، بس بيج اكسنتريستي. بيج اكسنتريستي يعني انا عندي الاي اوفر تي اكتر من ال 0.5، وبالتالي انا عشان استيميت الابعاد التخانات زي ما قلنا قبل كده، لو انا عندي تنشن بقول ان الدي بتساوي السي 1 في جذر ام على السي في البي، واختار السي 1 من 3 ل 4، وبختار الدبس بتاعي من 0.9، من 0.8 ل 0.9 او 0.9 الدي بتاعتي، عشان انا عندي هنا تنشن وبالتالي مش محتاج كل القطاع ده، فانا محتاج اقلل القطاع الخرسانه وهزود التسليح. طيب هنا
الموضوع سهل قوي، عايزكم تحفظوه كالاتي. انا هنا كنا بنقول في الكومبريشن ايه، كنا بنقول في الكومبريشن في البيج اكسنتريستي، انا في الكومبريشن انا كنت بقول لك كنت بحسب، اقول بحسب اي اس اللي هي بتساوي اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، ده كده في الكومبريشن اللي انا قلتها من شويه. في التنشن انا هعكس، هقول الاي اس هتساوي، هنا كنت بقول اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، هناك هخليها اي ناقص تي على الاثنين زائد الكفر. طيب كده هنتلخبط؟ لا ما تتلخبطش، انت المعادله اللي محتاج تحفظها دي الاي اس اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، تمام؟ في التنشن بتعكس اشارات، يبقى اي ناقص تي على الاثنين زائد الكفر. هتحسب هنا الاي اس اللي هي دي، اللي هي اي ناقص تي على 2 زائد الكفر، كفر ب 50 مللي. هتحسب نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده، هتحسب ام التيميت اس هي تي في الاي اس، هتقول ان الدي بتساوي سي 1 في جذر ام التيميت اس على اف سي يو في البي، تمام؟ هتطلع سي 1، هتطلع جي، هتطلع اريا ستيل هي عباره عن الام التيميت اس على الفيلد في الجي في الدي. هناك كنت بقول ناقص النورمال فورس على الفيلد على جاما اس لما كان عندي كومبريشن، هنا هقول زائد التنشن فورس على الفيلد على جاما اس. يبقى هي ديت هتطلع لي الاريا ستيل اللي انا هحطها في الشد في القطاع، وحد اللي هي هنا، وفوق هحط منها حديد تعليق كانات اللي هي بوينت 2 منها، وهنا برضه هحط الحديد لو سايد بارز لو انا محتاج. يبقى طبعا لازم السي 1 تبقى اكبر من 2.78 عشان ما يبقاش القطاع ده كومبريشن فيلير، لو طلعت سي 1 اقل من 2.78 يبقى انا لازم ازود ابعاد القطاع، تمام؟ يبقى انا هنا لو انا عندي بيج اكسنتريستي، خلاصه الكلام اللي انا بقوله، هحسب الاي اللي هي بتساوي ام اوفر تي، هشوف هقارنها ب 0.5 التي، اقل من 0.5 التي يبقى انا شغال سمول اكسنتريستي كانها البيم دي كونسنتريتد لود، وبجيب الرياكشنات زي ما انا قلت قبل كده. لو كانت اقل، لو اكتر من 0.5 تي يبقى انا شغال بيج اكسنتريستي، بحسب اي اس اي ناقص تي على 2 زائد الكفر، بحسب ام التيميت اس، بعوض اطلع سي 1، اطلع جي، اعوض هنا الاريا ستيل بتساوي ترمال مومنت زائد ما انساش زائد دي، تمام؟ التنشن على الفيلد على جاما اس. في اي مشاكل في الكلام ده لحد دلوقتي؟ تمام؟ لا تمام تمام. اتفضلوا، في أسئلة؟ في أسئلة عندكم يا شباب؟ حد رفع إيده هنا؟ مريم حامد، المايك مش شغال عندي وحضرتك ندحت على اسمي، تمام. طيب حد تاني في أسئلة يا شباب هنا؟ دكتور هو ما ينفعش مثلا اصمم التنشن بانتراكشن دايجرام يكون في زي موديفيكيشن فاكتور كده بيقلل القيمه شويه مثلا؟ مش بيقللها، انت عايز تعمل ديستريبيوشن مختلف، قصدك مش تصمم التنشن، انت قصدك تصمم القطاع اللي عليه مومنت ونورمال كومبريشن، بس نوع الفيلير تنشن فيلير، لو انا فاهم مظبوط كلامك. لكن ده ممكن تصمم انتراكشن دايجرام، لكن هتبقى السكشن بتاعك مش اوبتمايزد قوي. لكن لو عندي قطاع عليه مومنت وتنشن، ده اصلا مومنت وتنشن، مش هينفع اصممه بالانتراكشن دايجرام، لان الانتراكشن دايجرام عندنا مرسوم بس للكمبريشن، مومنت وكمبريشن. الكمبريشن ده قد يكون فيه كومبريشن فيلير وتنشن فيلير، لكن مومنت وتنشن لا، ده لازم تصممه يا بسمول اكسنتريستي زي ما قلنا توزع التي فوق وتحت، يا بلارج اكسنتريستي تعملها بالام التيميت اس ابروتش. تمام شكرا. تمام، يبقى بس ما تلخبطش دلوقتي، ان انا حسيت ان انت متلخبط دلوقتي في اللقطه دي. الانتراكشن دايجرام بستخدمه لو عندي قطاع عليه مومنت ونورمال فورس، النورمال فورس دي نوعها كومبريشن. بيجي لي نوعين من الفيلير في اللقطه دي، كومبريشن فيلير اللي هي في المنطقه اللي فوق في الانتراكشن، وتنشن فيلير اللي هي في المنطقه اللي تحت في الانتراكشن. الفرق بين هنا وهنا، الكومبريشن فيلير الحديد اللي في الشد ما وصلش لليد، تنشن فيلير الحديد اللي في الشد وصل لليد، تمام؟ وعندي في النص نقطة البالانس اللي هي بالظبط
الخرسانه بتبقى 0.003 والحديد اللي تحت هو ايبسلون ييلد على 1.15. دي نقطه البالانسد. قطاع عليه مومنت وتنشن؟ لا ده ملوش انتراكشن دياجرام، ده لازم احسب الاي سمول اكسنتريستي، بشتغل بالابروتش اللي قلناه كانها كاميرا بوزع بجيب الرياكشنات، لارج اكسنتريستي بشتغل بالام التيميت اس ابروتش. واضحه؟ شكرا لحضرتك. واضحه الحمد لله. جميل. طب يا دكتور لو سمحت اتفضل. طب وحضرتك بتحدد انا هشتغل بايه بالظبط، ولا انا بشوف الطريقه اللي هي المفروض سيف مور اكتر؟ سيف مور اكتر. تاني قول سؤالك تاني. لو انا عندي ايه المساله عندي دلوقتي يا دكتور؟ دلوقتي يا دكتور حضرتك قلت ان انا لو هي سمول اكسنتريستي تم بشتغل بايه؟ بالانتراكشن دياجرام. لو بيج بشتغل بالام اس ابروف، تمام، ابروش سوري. دلوقتي حضرتك لو انا دلوقتي حضرتك ما حددتليش لو انا اشتغلت باي طريقه من الاثنين، لا حضرتك يعني قلت صح. لا لا انا ايه لو انت انا يعني ايه حضرتك ما حددتليش؟ هو حضرتك انت اللي بتحدد، انت اللي بتحسب. انا مدي لك مومنت ونورمال وقايل لك صمم قطاع خرسانه، طلع لي حديده وطلع لي ابعاده عشان اقدر اشيل المومنت والنورمال ده. تمام. هتخش انت كده في الاول هتحسب الدي بتساوي سي 1 في جذر ام على سي في البي، وتاخد السي 1 ب 3.5 وتطلع ديبس للقطاع. عندك نورمال فورس دي كومبريشن هتزودها 10%، يبقى عندك في الاخر ابعاد للقطاع دي وتي. هتيجي انت تشوف الاي بكام ام على ان وتقارنها ب 0.5 التي بتاعت القطاع، تعرف انت سمول اكسنتريستي ولا لارج اكسنتريستي، بيج اكسنتريستي ولا سمول اكسنتريستي. تمام. سمول اكسنتريستي هتخش في الانتراكشن دايجرام وتصمم القطاع، تطلع الرو وتحسب البي على اف سي وتحسب الام على اف سي وبيتا تربيع وتطلع رود، تطلع حديد وتطلع اي اس واي اس داش او الفا في الاي اس فوق. خلصت المساله وترسمها، طلعت بيج اكسنتريستي الاي بتاعتك اللي هي ام على ان اكبر من 0.5، البعد بتاع القطاع اكبر من 0.5 تي، بقى انت بيج اكسنتريستي. قدامك اختيارين، يا تستخدم الانتراكشن دياجرام برضو وهتطلع حديد هيبقى ويست، تمام، مش صح قوي، او ان انت تستخدم ام التيميت اس تحسب اي اس اللي هي اي زائد تي على 2 ناقص الكفر، تضربها في النورمال فورس، بقى عندك حاجه اسمها ام التيميت اس، تقول ان الدي بتساوي سي 1 في جذر ام التيميت اس على اف سي في البي، تطلع سي 1 تطلع جي تطلع اريا تي اللي هي ام الترم بتاع المومنت، ام التيميت اس مش ام العاديه، ام التيميت اس على الفيلد في جي في الدي ناقص النورمال فورس على الفيلد على جاما اس. تمام يا دكتور، يعني في حالة البيج هو من الاثنين صح، بس الأصح إن أنا أستخدم الـ MS بالضبط عشان أطلع Optimized Design. تمام. في سؤال أعتقد من محمود أيمن رفع إيده. أيوة يا دكتور. معلش يا أستاذ حضرتك، هو دلوقتي لما مثلا بطلع القيمة بتاعت الـ Area Steel، تمام، وأجي أطلع عدد أسياخ قد إيه بالظبط؟ لازم يكون عدد زوجي ولا ممكن عدد فردي عادي؟ لا ممكن عدد فردي عادي. تمام يا دكتور. طيب كده يبقى احنا خلصنا النهارده المحاضره. الامتحان بتاعنا الميد ترم جاي حتى نهايه المحاضره دي. المحاضره الجايه محاضره مهمه جدا عن البوند والديفلوبمنت لينز، محاضره مهمه. هنتظركم ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي برضو الساعة 10 الصبح. شكرا لكم. ذاكروا كويس. تمام يا دكتور. دكتور حضرتك المحاضرة دي موجود؟ نعم. الميد لحد المحاضرة دي. ايوه.